وضمن احتفالات إحياء الفلسطينيين لذكرى النكبة، يعقد اللاجئون في مخيم الأمعري في مدينة رام الله في الضفة الغربية، يعقدون آمالا بالعودة إلى الديار التي هجروا منها رغم كل المنعطفات التي مرت بها القضية الفلسطينية بفعل الإدارة الأمريكية وعلى رأسها تصفية قضية اللاجئين. قصة الحاج أبو رشاد تتماثل وقصص ملايين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد وفي الشتات. هنا في مخيم الأمعري تتشابه الأمنيات، أما الأمل بالعودة إلى الأرض التي شردوا منها فباقية. في المخيم قصص محفورة في ذاكرة من عاصروا النكبة، يرويها الكبار للصغار ويتذكرون مأساة اللجوء من قرية لأخرى وهم الشهود على فصل التهجير الطويل. وحيدة في منزلها، لكن المخيم بيتها وناسه أهلها. تروي لنا عن الأرض الضائعة وخيراتها على عائلتها. تقص على أطفال المخيم قصص مدينتها اللد، ومجزرة اللد أبرز ما عاصرته قبل التهجير. عبروا على الجامع، هذا دهمش بقولوا له في الليل، خلوهم يصلوا، عبروا سكتوا لهم لما توضوا وعبروا يصلوا، رشوهم الجامع ظل على ما فيه، بعدين طفدوا اللي ظلوا هناك، صايرين يحطوا كل 10 بجورة، كل 5 بجورة صلوية كانوا يصلوا شباب زي الطمر. والله بتذكر. في المخيم يصغي الجميع إلى أخبار وحال البلد. إدارة أمريكية تدعم الاحتلال علانية، هدفها تصفية قضية اللاجئين وتغيير الوضع القائم بنقل سفارتها إلى القدس وإعطاء من لا يملك المزيد لمن لا يستحق. هجرت الحاجة مريم من قريتها دير طريف بعد هجوم شنه الصهاينة على القرية، قطعت مسافات حتى وصل بها الحال إلى مخيم الأمعري في مدينة رام الله. لا تملك سوى قصص عن النكبة ترويها لأحفادها لتبقى ذكرها حية. عائلة والله تشلش فيها مليح بلادي، هي فيها شعاطر بلادنا. سخ الله على سخ الله أخي، اليوم لو متنا ولا طلعنا، اليوم انا لو انهم قبل دهسوني دهسوني ابوي، اليوم ابوي خالد خليها على نصتي. كيف يواجه الفلسطينيون مسار تصفية قضيتهم؟ هذا السؤال الأهم اليوم، وستحمل حناجر الفلسطينيين إجابات في مسيرة العودة في ذكرى النكبة في الضفة وغزة وأماكن اللجوء. يارا العملي، العربية، رام الله. هذا وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية في تصريح للتلفزيون العربي إن أي حل سياسي تطرحه الإدارة الأمريكية وغيرها لا يلبي الحد الأدنى من العدالة للشعب الفلسطيني هو مرفوض بالنسبة للفلسطينيين قيادة وشعبا. وجاء ذلك خلال مشاركة شتية في مسيرة إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية 71 في رام الله. سنبقى على العهد وسنبقى الحريصون كل الحرص على الثوابت الوطنية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين. ونقول بهذه المناسبة أن أي حل سياسي مطروح سواء كان من الإدارة الأمريكية أو من غيرها، أي حل لا يلبي الحد الأدنى من العدالة للشعب الفلسطيني المتمثل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وحق العودة، هذا حل سيكون مرفوض بالنسبة لنا. معنا في الاستوديو بشار زيدان الناشط السياسي الفلسطيني. سيد بشار، 71 عاما على نكبة فلسطين، لكن هل من خصوصية للذكرى هذا العام؟ مبدئيا يعني ذكرى هذا العام يعني تمر علينا بالكثير من الشهداء في غزة في مسيرات العودة، يعني في الحركة التي ابتدأت العام الماضي، وفي نفس الوقت تمر علينا في ظل الحديث عن صفقة القرن المرتقبة في العيد وفي شهر جونيو، فأكيد لها خصوصية معينة، وأعتقد أن الجميع يترقب ما سيحصل. لذلك تجد أنه النشاطات المختلفة في الدول العربية وفي فلسطين المحتلة بالأخص يعني زادت من وتيرتها في محاولة لربما إرسال رسالة للرأي العام بأن هذا الشارع لا يجب أن يستثنى،
هل فعلا زادت من وتيرتها؟ لأن هناك من يعني يرى أن مثلا النشاطات أو الفعاليات في الشتات ليست على معاهدنا في السنوات الماضية، ليس فقط في دول أوروبية، حتى في بلدان مثل لبنان حيث هناك يعني مخيمات فلسطينية وغيرها. هذا صحيح جدا. للأسف أن يعني الحالة السياسية الفلسطينية منعكسة على الفلسطينيين في الخارج، فالانقسام حاليا الموجود في فلسطين يلقي بظلاله على الحركات في أوروبا وفي الدول العربية، ويعني يقسم الصفوف. لكن الأكيد هو أن المعظم يشعر بأن هذه المرة مختلفة عن كل مرة، الكل في حالة ترقب. ربما أنا أحب أن أقنع نفسي بأنه الهدوء هذا هو ما يسبق العاصفة، الجميع بانتظار ما سيحصل، وربما يوفرون جهودهم للقادم. ما سيحصل هو إعلان صفقة القرن تقصد؟ وقد قرأنا بعض التسريبات التي وصفت بالغريبة للأفكار التي يقدمها جارد كوشنر ومن معه. هل هناك سيد بشار زيدان إجماع فلسطيني على رفض صفقة القرن فعلا؟ يعني أنا أعتقد السؤال يجب أن يقسم لطرفين. الطرف الأول، ما هي صفقة القرن؟ هل المفاوض الفلسطيني يعلم ما هي؟ لأنه إذا هو يعلم ما هي عليه على الأقل لن يشاركها معنا. قسم الشعبي أكيد هو من التسريبات التي يسمعها والاقتراحات الغريبة والمجحفة والمشينة في بعض الأحيان من جارد كوشنر مرفوضة تماما شكلا وتفصيلا. لكن حتى اليوم نحن لا يوجد عندنا صيغة لصفقة القرن، نحن لا نعرف ماذا، ولكن الأجواء يعني هي شبه واضحة فيما يتعلق بالنقاط الأساسية التي ستتطرق إليها. ولكن إذا ما عدنا إلى التحركات، وأنت أشرت إلى أنه يعني ما يسبق العاصفة، من ناحية التحركات ماذا أكثر من مسيرات العودة؟ يعني حاليا لا يوجد الكثير أكثر من مسيرات العودة. المسيرات، المظاهرات أو الذكريات النكبة نحن نعيدها منذ 71 عاما. أنا أعتقد أنه إعادة نفس النشاطات التي نقوم بها كل عام قد يكون غير مجدي حاليا، خاصة بأننا يجب أن نكون جاهزين لمواجهة ما هو قادم. نحن لا نعرف ما هو قادم، ولكن ما نعرفه تماما هو أنه ليس شيئا جيدا بالنسبة للشعب الفلسطيني. هي العرابين لهذه الصفقة من أكبر دليل على أن الصفقة لن تكون جيدة لنا. من يقود هذه الصفقة هي الإدارة الأمريكية أو الحلفاء العرب الذين يهرولون للتطبيع. فبالنسبة لنا نحن نرى أن هذه الصفقة لن تكون جيدة أو تلبي أقل ما يريده الشعب الفلسطيني، وهو لا يريد الكثير. يعني هو يريد ما أقره له القانون الدولي والأمم المتحدة والمنطق، وهو العودة وحق العودة، القدس، إعلان الدولة، وهي هذه الأشياء التي من التسريبات التي نسمعها يبدو أنها لن تتبلور، لن يحصل هناك. يتحدثون في الصفقة عن حوافز اقتصادية، يعني يريدون تحويل غزة إلى سنغافورة كي يرضى الفلسطينيون، لا عودة، لا مستوطنات، إلى لا قدس إلى آخره. طيب كيف يمكن مواجهة ذلك في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني المرير؟ عفوا، مناسبة كالنكبة، ألا يجب أن تدفع الفلسطينيين إلى محاولة جمع صفوفهم؟ يعني أولا السلام الاقتصادي هو مشروع حاولت أمريكا أن تدفع به من قبل مع سلام فياض ودايتون وفي الضفة الغربية، وفشل فشل ذريع، أو يعني نجح بأن يجعل الشعب الفلسطيني عبد للراتب، ولكنه لم ينجح بأن يعطي سلام للأرض. لذلك لا أعتقد أن مشروع السلام الاقتصادي هو شيء سيقبل به الشعب الفلسطيني. يعني ما لا يفهمه المفاوضون أو يفهمونه ويحبون أن ألا يفهمونه هو أن الموضوع ليس موضوعا ماديا بالنسبة للفلسطينيين. الموضوع ليس موضوع بدل لبدل، يعني موضوع طرح تبادل الأراضي مثلا أو التعويضات، أو هذه ليست مواضيع يقبل بها الفلسطيني من منطلق مبدئي، ليس من منطلق إنه أنا أعطيتك أرض مقابل الأرض التي خسرتها ودفعت لك تعويض عن حق العودة. هذه أشياء لا يقرر فيها أي شخص عن الشعب الفلسطيني، وإذا كان أي أحد يريد التنازل عن حق العودة أو أي من هذه الأمور عليه مراجعة الشعب الفلسطيني كاملا، وهو مستحيل. لذلك نحن نتمنى من المفاوضين أن يكونوا أن يضعوا هذا نصب عينهم، وإلا فإن يعني الساحر سينقلب على الساحر ومعرضينه. طيب يعني أنت تعتبر نفسك من جيل النكبة، جيل الثالث للنكبة مثلا، كيف يمر عليك هذه الذكرى في وقت يعني بما أشرت إليه هناك فقد للأدوات المناسبة الآن لإدارة الصراع مع الاحتلال؟ طبعا أنا من الجيل الثالث اللي سمع يعني
جلس مع أجداده وجداته اللي خرجوا من حيفا ومن يافا ومن عكا تناقلنا هذه القضية يعني عبر الأجيال. طبعا نحن من هذا الجيل الذي يعاني من نفس الموضوع على مدى عقود. نحن جيل يريد الحل ولكن لا نريد أن نكون الجيل الذي فرط بفلسطين. نحن نريد أن نكون الجيل الذي يمكن أن يقرب الحل ولكن لا نريد أن نكون الجيل الذي وقع على التنازل. ما تناقلناه عبر الأجيال إن لم نحققه نحن سننقله للجيل الذي بعدنا أحسن. يعني كما يقول غسان كنفاني إن كنا مدافعين فاشلين عن القضية فالأجدر أن نغير المدافعين وليس القضية. فأنا أعتقد أنه علينا حاليا إن لم نستطع حل القضية على الأقل المحافظة عليها حتى يأتي جيل يستطيع. شكرا جزيلا لك بشار زيدان الناشط السياسي الفلسطيني. أهلا بك.